بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين. سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، سيد والي جهة مراكش آسفي، سيد رئيس جهة مراكش آسفي، سادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، سيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سادة الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، السيد المفتش العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، سادة رؤساء المجالس الإقليمية، سادة رؤساء الجهات الترابية، سيد رئيس جامعة القاضي عياد، سيد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنقرير، السيد رئيس الجامعة الخاصة لمراكش، سيدات والسادة العمداء ورؤساء أستاذ العمداء، السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، السيد المندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، السيدات والسادة المدراء المركزيون والجهويون، حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته، أهلا بكم. خير ما نفتتح به هذا اللقاء آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطالبة سلمى الصحصاح، طالبة بكلية العلوم السملالية، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة،
ندع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن حضرات السيدات والسادة أدعوكم للوقوف لتحية العلم المغربي على نغمة النشيد الوطني. تكريساً لمدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة، نحتفي اليوم بمراكش الحمراء باللقاء التنسيقي الجهوي 11 ضمن سلسلة اللقاءات التي انخرطت فيها الوزارة حول للتواصل حول القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. لقاءات تعبوية تملكتها وتجندت السلطات الترابية والجامعات والأكاديميات ومندوبيات التكوين وجميع الشركاء والفاعلين
كل من مكانه وفي مجال عمله لإنجاح هذا الورش الذي يليه صاحب الجلالة نصره الله وأيده عناية خاصة. وبهذه المناسبة يتفضل السيد والي جهة مراكش أسفي بإلقاء كلمة بمناسبة هذا اللقاء الهام، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، السادة العمال الحاضرين معنا عن بعد، السيد نائب رئيس الجهة، السيد رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، السادة الكتاب العامون للقطاعات الثلاث، السادة رؤساء المجالس الإقليمية، السيد رئيس جامعة القاضي عياض، السيد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، السيد رئيس الجامعة الخاصة بمراكش، السيد المدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، السيد الممثل الجهوي لقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، السادة المديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم من مقر ولايتي جهة أسفي مراكش أسفي في إطار اللقاء الجهوي الذي يندرج ضمن اللقاءات التنسيقية التي يترأسها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مرفوقا بالسيد الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتمحور حول تنزيل مضامين القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بغية خلق التعبئة اللازمة لمختلف الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وسيشكل لقاء اليوم لا محالة محطة للتعريف بالبرامج الجهوية وكذا التعبئة من أجل إنجاح تنزيلها، تعزيزا لمكانة التربية والتكوين بعملة مراكش وباقي أقاليم الجهة. حضرات السيدات والسادة، بهذه المناسبة لا بد من التأكيد على أهمية البعد الجهوي في تدبير قضايا التربية والتكوين. هذا البعد الذي شكل مجالا تنسجم وتتكامل فيه مختلف مجهودات الفاعلين والمتدخلين من سلطات محلية ومجالس منتخبة وفاعلين اقتصاديين وهيئات المجتمع المدني وباقي الشركاء. وفي هذا السياق تجب الإشارة إلى مجموعة من الإيجابيات التي أثمرها العمل التنسيقي على صعيد هذه الجهة، سواء على مستوى البرمجة الدقيقة للعمليات والمشاريع المبنية على الدراسة المتوازنة للجدوى والآثار، وعلى مستوى الاستهداف كما نجده في برامج القطاعات الثلاث لمنظومة التربية والتكوين ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكذلك بالعمل على إرساء تتبع عن قرب يسمح بتدليل الصعوبات وتجاوزها. كما لا تفوتني الفرصة لإشارة بما تتميز به الجهة من طاقات ومبادرات في مجال التربية والتكوين، مغتنما هذه الفرصة لكي أؤكد لكم دعمنا المتواصل لمنظومة التربية والتكوين وللمشرفين عنها بهذه الجهة لما فيه الخير والتقدم للمدرسة المغربية ولناشئة هذا الوطن الغالي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سيد والي جهة مراكش أسفي. ويتفضل السيد رئيس الجهة بدوره بكلمة لهذه المناسبة، تفضل السيد رئيس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. السيد الوزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد والي جهة مراكش أسفي، السادة عمال صاحب جلالة على الأقاليم السبع، السادة رؤساء الجامعات والسادة رؤساء المجالس الترابية، السيدات والسادة الحضور الكريم، لا يسعنا اليوم ونحن نوقع على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي
والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وولاية جهة مراكش أسفي بشأن تنفيذ البرنامج العملي للارتقاء بالعرض التربوي الجهة، إلا أن نهنئ أنفسنا على المستوى الشراكة الرفيع بين مجلس الجهة كمؤسسة منتخبة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكليم وجامعة قاضي عياد باعتبارهما مؤسستين عموميتين تطلع بتدبير الشأن التربوي بالجهة، وباعتبارهما كذلك لبنة أساسية لتفعيل مفهوم اللا تمركز الإداري والذي يشكل بدوره حجر الزاوية في تنزيل أمثلة الجهوية المتقدمة. وفي هذا الصدد واستحضار الإشارات القوية التي تضمنها الرسالة الملكية إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأول سنة 2018، والتي أكد من خلالها جلالة الملك على الدور الجوهري للجامعات الترابية بمختلف مستوياتها في المساهمة في رفع هذا التحدي، اعتبارا لما أصبحت تتوفر عليه هذه الجامعات من صلاحيات بفضل الجهوية المتقدمة. وهكذا بناء على الملتقى الذي ترأسه جلالة الملك، بادر مجلس الجهة بشراكة مع الأكاديمية سنة 2018 على تنظيم المنطقة الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين تحت شعار من أجل شراكة جهوية متقدمة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي. وهو الملتقى الذي شكل مناسبة ثمينة للتشخيص والوقوف على واقع المنظومة التربية والتكوين بالجهة في مكوناتها المختلفة، كما ساهم في بلورة رؤية وتوصيات واضحة للعمل المشترك بين مختلف المتدخلين. ولم نكتفي بالتوصيات فقط، حيث بناء على هذه التوصيات عرضنا على مجلس الجهة خلال الفترة الانتدابية الحالية مجموعة من اتفاقيات تروم تحسين وتعزيز العرض المدرسي والجامعي بغلاف مالي ناهز 1 مليار ديال الدرهم خلال هذه الفترة. وتهم هذه الاتفاقيات الشراكة من أجل بناء وتجهيز المركز الجهوي للتكوين الأطر للتعليم الأولي، وهذا المشروع راه بدأ انطلاقة ديالو بغلاف مالي يقدر ب3 مليون ديال الدرهم. واتفاقية الشراكة من أجل تعزيز خدمات النقل المدرسي بعمالة الأقاليم 8 عمالة و7 الأقاليم ناهز غلاف إجمالي 300 مليون ديال الدرهم. وكذا اتفاقية الشراكة من أجل إحداث الولوجيات بمؤسسات التربية والتكوين بغلاف مالي يقدر ب8 مليون ديال الدرهم. ثم اتفاقية الشراكة من أجل تأهيل وتجهيز دور الطالب والطالبة بالعمالات والأقاليم الجهة ودعم الجمعيات المسيرة لهذه الدور قارب غلافها المالي الإجمالي 80 مليون ديال الدرهم. فضلا على الاتفاقيات المماثلة، همت عرض التكوين المهني بإحداث مراكز جهوية للتكوين بغلاف مالي إجمالي يقدر ب50 مليون ديال الدرهم. وكذا انخراط الجهة في مشروع الوعد للمدينة للمهن والكفاءات والتي تقدر الكلفة الإجمالية ديال 400 مليون ديال الدرهم. هذا وقد بادر مجلس إلى المساهمة في إدماج الجامعة في المسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بمبادرات البحث العلمي بالجهة، حيث صادق المجلس على اتفاقية شراكة إحداث نواة جامعية بإقليم قلعة صراغنة بغلاف مالي 30 مليون ديال الدرهم وكتكلفة إجمالية. كما صادق المجلس خلال الأولى هي القلعة اللي في الثانية شيشو الأولى القلعة، كما صادق المجلس خلال دورة مارس الأخيرة على المساهمة في إحداث كلية العلوم التطبيقية بإقليم شيشاوة بتكلفة إجمالية ديال 100 مليون ديال الدرهم، كانت الأولى القلعة والثانية شيشاوة. ولا شك أن تفعيل بنود الاتفاقية التي سنوقعها اليوم تشكل دفعة قوية للمنظومة التربية بالجهة بالنظر إلى حجم الغلاف المالي الذي فوق 100 مليون ديال الدرهم، وكذا طبيعة التدخلات التي تتضمنها والتي تهم أساسا هي الفضاءات المدرسية الدامجة وتعويض الحجر الدراسية ذات البناء المفكك بالبناء الصلب بالمناطق القروية والشبه الحضرية، وكذا النهوض بالنقل المدرسي، تدخلات تشكل تنفيذا لبرنامج التنمية الجهوية لمجلس الجهة في شقه الخاص بالتربية والتكوين ودعما لبرنامج عمل الأكاديمية الخاص بتطوير المؤشرات النوعية للمنظومة التربية بالجهة وإحداث كلية لعلوم التطبيق بإقليم شيشاوة. وإذ نهني أنفسنا مرة أخرى ونحن نعطي انطلاقة هذا البرنامج طموح، نأمل أن يتم تنفيذ هذه بنود هذه الاتفاقية في الأجل المسطرة. سيد الوزير، نتمنى لأنه تنفذ هذه الاتفاقيات في الأجل المسطرة مع التزامنا في احترام هذا الأجل، كما ندعو باقي الشركاء لاحترام الأجل القانونية، وأن نكون على موعد مع الأجيال القادمة في الرهان عليها جميعا حينما نقدم نموذج الاقتصادي التنموي لجهة مراكش أسفي. كما نغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الداعمين لقطاعات التربية والتكوين بدءا بالسلطات الترابية وعلى رأسها السيد الوالي جهة مراكش أسفي،
وكذا الى كفاءة التربويه والاداريه، ونخص بالذكر رؤساء الجامعات والسيد مدير الاكاديميه، وكنهنئه بهذه المناسبه لتجديد الثقه. وشكرا للجميع. شكرا للسيد نائب رئيس جهة مراكش آسفي. إذا كلها مداخلات تنيب عن انخراط جاد ولا مشروط في هذا المشروع المجتمعي، مشروع تنزيل مضامين القانون الإطار 51/17. وبه أيها السيدات والسادة، يتفضل السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإلقاء كلمة تأطيرية لهذا اللقاء. تفضل السيد الوزير. شكرا إيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه السيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد والي جهة مراكش أسفي، السادة عمال أقاليم جهة مراكش أسفي، السيد رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، السادة الكتاب العامون، السادة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، السيدات والسادة المنتخبون، السادة ممثلو جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، السيد الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد رئيس فيدرالية النقل واللوجستيك المنضوية تحت الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد المفتش العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رئيس جامعة قاضي عياض، السيد رئيس جامعة الخاصة لمراكش، السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، السيد المدير الجهوي، السيد المندوب الجهوي للتكوين المهني، السيد المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السادة نواب رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية، السيدات والسادة المديرون المركزيون، السيدات والسادة المديرون الإقليميون، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، جد سعيد بتواجدي معكم هذا الصباح هنا بمدينة مراكش في هذا اللقاء التعبوي المتميز الذي ننفتح فيه على مجموعة من الفعاليات الجهوية من سلطات محلية ومجالس ترابية ومجالس إقليمية وجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ التي نعتبرها شريكا أساسيا في تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام قانون إطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. كما أشكركم على حضوركم ومشاركتكم المتميزة في هذا اللقاء البارز، سواء الذين يشاركون معنا حضوريا أو عن بعد. أود في مستهل هذه الكلمة أن نسجل باعتزاز ما حققته المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي السابق والموسم الحالي، واللذين يعتبران موسمين استثنائيين بسبب تداعيات الجائحة، حيث تمكنا ولله الحمد بفضل تضافر جهودنا جميعا فاعلين وشركاء من رفع تحدي تأمين سير الدراسة في ظروف آمنة بمختلف ربوع وطننا الحبيب. وبهذه المناسبة أود أن أشكر السلطات الترابية، السيد الوالي، السادة العمال، السيد رئيس مجلس الجهة، والسلطات الصحية والمنتخبين، إلى جانب كافة الشركاء الذين تعبأوا جهويا وإقليميا ومحليا من أجل مواكبة المنظومة في مواجهة الجائحة والحد من تداعياتها. ومن نفس المنطلق نجدد مرة أخرى خالص عبارة الثناء والتقدير لأسرة التربية والتكوين والبحث العلمي
من أطر تربوية وإدارية وتقنية، السيد مدير الأكاديمية والسادة المديرون الإقليميون، السادة رؤساء الجامعات والسيدات والسادة رؤساء المؤسسات الجامعية، السيد مندوب الجهوي للتكوين المهني والسيد المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على كل المجهودات الاستثنائية التي بذلوها من أجل رفع هذه التحديات بروح وطنية عالية وبكل ما تحمله كلمة تضحية من معاني نبيلة وقيم حميدة. حضرات السيدات والسادة، تشكل هذه اللقاءات الجهوية منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51/17، هذا القانون الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة. هذه اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية. وهكذا فقد أسفرت هذه السيرورة الاستراتيجية التي انتظمت وفق خارطة طريق محددة تم الالتزام بمختلف محطاتها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم للمشاريع على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي، وإعداد أيضا حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار، والتي تتمحور حول ثلاث مجالات استراتيجية، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة. تفرع عنها 19 مشروع شرعنا في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع، 18 مشروع على مستوى التعليم المدرسي، 16 مشروع على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروع بالنسبة للتكوين المهني. بالموازاة مع هذه السيرورة، أطلقت الوزارة سيرورة تشريعية تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية وبلورتها لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، وذلك من خلال إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي قطعنا في تنفيذه مراحل جد متقدمة. وسيتم تقديم هذه الترسانة القانونية على أنظار الحكومة للمصادقة وإحالتها على البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة. وقد كان من الضروري التذكير بهاتين الخطتين الاستراتيجية والتشريعية حتى يكون الشركاء الجهويون للمنظومة على بين مما نحن بصدد القيام به، لأننا نؤمن بأن التواصل الفعال هو مقدمة أساسية للتعبئة الجامعية الناجعة، وحتى نؤكد على أن الإصلاح العميق للمنظومة هو ورش غير قابل للتأجيل أو التأخير ولو في ظروف الجائحة. حضرات السيدات والسادة، سنستمع بعد قليل من خلال عروض السيد المدير الأكاديمي الجهوي للتربية والتكوين والسيد المندوب الجهوي للتكوين المهني والسيد رئيس الجامعة للمشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار، كل فيما يخص القطاع الذي يشرف عليه. إن خارطة الطريق من الوضوح بما يكفي
لتحديد أولويات المرحلة، ويبقى علينا كفاعلين وشركاء التحلي بأعلى درجة التعبئة الفردية والتعبئة الجماعية، وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة، باعتبار تحقيق أهداف الإصلاح هو أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة، وهي مناسبة أيضاً لكي نجدد الدعوة لمواكبة مسلسل إصلاح حتى نرسخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا عبر تحقيق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية، ولكي نجعل من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عماداً للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة حفظه الله، وحتى نكون في مستوى الثورة التنموية والإقلاع الشامل الذي يسعى إليه جلالته ومن ورائه كل بنات وأبناء وطننا العزيز. ومما لا شك فيه أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى هذه الجهة يبقى رهيناً بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني وتقوية قنوات التنسيق وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية والجهوية مع برامج تنزيل أحكام قانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة. وإننا على يقين بأن الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة والإمكانات التي أصبحت تتيحها، وأحسن دليل وخير دليل هو ما جاء على لسان السيد نائب الرئيس بدعمه المكثف، دعم مجلس الجهة المكثف لكل أوراج المنظومة إن كان على مستوى التعليم المدرسي أو التعليم العالي أو التكوين المهني، إلى جانب الحس الكبير للمسؤولية الذي ما فتئتم تبرهنون عنه كلما تعلق الأمر بتلبية نداء الواجب الوطني، فضلاً عن الكفاءات التدبيرية والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين على صعيد هذه الجهة، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورث الوطني. وأود في الختام الإشادة بالدعم الهام الذي يقدمه السيد الوالي والسادة العمال والسيد رئيس مجلس الجهة والسادة رؤساء مجالس الأقاليم والسيدات والسادة المنتخبون ومختلف شركاء المنظومة على صعيد هذه الجهة، والتنويه بالمجهودات التي يبذلها مسؤول وأطر المنظومة التربوية بالجهة، آملين منكم جميعاً المزيد من الانخراط، المزيد من المواكبة لمنظومة التربية والتكوين، والمزيد من الإسهام في تنزيل مشاريعها وبلورتها على أرض الواقع. وفقنا الله لما فيه خير بناتنا وأبنائنا ووطننا الغالي والحبيب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سيد الوزير. إذن تتمين للأدوار الرائدة لأسرة التربية والتكوين، إشادة وتنويه بدعم شركاء المنظومة التربوية على صعيد الجهة، إبراز لأهمية الإصلاح كأولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة، ودعوة للتحلي بأعلى درجة التعبئة الفردية والجماعية وبالروح الوطنية الصادقة. هكذا شاء السيد الوزير أن يستهل كلمته لهذا اللقاء. وبه حضرات السيدات والسادة، يتفضل السيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بكلمته لهذه المناسبة. تفضل السيد الوزير.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، السيد الوالي، السيد رئيس الجهة، السادة عمال أقاليم الجهة، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة الكتاب العامون، السادة رؤساء الجامعات، السيد مدير الأكاديمية الجهوية، السيد المندوب الجهوي للتكوين المهني، السيدات والسادة رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية والجهوية، أيها الحضور الكريم، كما تعلمون يأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار، وذلك بالنظر لأهمية سياقه وأهدافه الرامية أساساً إلى تجسير العلاقة بين المشروع المجتمعي التنموي والمشروع التربوي التكويني لتمكين المؤسسة الجامعية بمفهومها الشامل من إنجاز الوظائف المنوطة بها كقاطرة لتحقيق التنمية الوطنية والجهوية والإقليمية. حضرة السيدات والسادة، يتكون النسيج الجامعي بهذه الجهة العزيزة من جامعة القاضي عياض، الجامعة العمومية التي فتحت أبوابها منذ نهاية السبعينيات وساهمت في تكوين أطر في مختلف المجالات، بل ساهمت في تكوين اللبنات الأولى لجامعتي ابن زهر بأكادير وجامعة السلطان المولى سليمان ببني ملال، ثم يتكون النسيج الجهوي كذلك من جامعة محمد السادس متعدد التخصصات بابن قرير في مجالات العلوم والتكنولوجيا خاصة على مستوى الدراسات والبحث، وكذلك الجامعة الخاصة لمراكش التي تقدم عرضا تكوينيا في مجالات مطلوبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وفي السياق الجهوي الذي يجمعنا اليوم، أود أن أنوه بالعمل الذي تقوم به جامعة القاضي عياض بهذه الجهة العزيزة علينا، بفعل موقعها وتاريخها ودورها الاقتصادي والثقافي، وهي الجهة التي تتميز بالنشاط السياحي والفلاحي والصناعي، وكذا بتميز قطاع الخدمات بها. إن جامعة القاضي عياض التي أنشئت في نهاية السبعينيات لعبت دوماً دوراً مهماً في تكوين الأطر في مختلف المجالات، نظراً لتنوع عرضها الأكاديمي وبنيات البحث العلمي بها منذ بداياتها، وخاصة منذ إنشاء مركز البحث جابر بن حيان الذي واكبه انخراط مثمر في العديد من البرامج الوطنية والدولية في مجال البحث العلمي. ورغم أنها خلقت بنيات جديدة في الجهتين التي تحضر بهما، إذ تحضر البنيات الجامعية في المدينة الحمراء مراكش وفي كل من مدينة آسفي والصويرة وكذا مدينة قلعة سراغنة، وقد بلغ عدد مؤسسات جامعة القاضي عياض بمراكش 14 مؤسسة جامعية بالعدد الإجمالي للطلبة يفوق 92 ألف طالب برسم السنة الجامعية الحالية، 86 منهم بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح. ويؤطر طلبة الجامعة 1650 أستاذ، 929 منهم بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح. وهكذا فقد انغرست مؤسسات الجامعة في تربتها الجهوية بالمؤسسات الموجودة بمراكش والمؤسسات الثلاثة بمدينة آسفي والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الصويرة مع مركز جامعي بمدينة قلعة سراغنة. وقد تبوأت جامعة القاضي عياض مركزاً وطنياً متقدماً على الدوام في العديد من التصنيفات الدولية، وكانت دوماً مصدر اعتزاز بفعل المكانة التي تحتلها علمياً بفضل المجهودات الدائمة لأساتذتها وباحثيها وإداريها ومؤطريها. وتتوفر جامعة القاضي عياض على رصيد متميز في مجال التجارب البيداغوجية كذلك بفضل انخراطها في البحث المتجدد عن مداخل الابتكار وفتح بوابات الاجتهادات البيداغوجية في مجال تدريس اللغات مثلاً وفي تجارب التعليم عن بعد كذلك. ولكي نصب اهتمامنا على النهج الذي نحن بصدد استكمال بناء صرحه، نهج المقاربة التشاركية القائمة على مبدأين اثنين، أولهما مبدأ التشاور مع الجامعات من أجل تحيين استراتيجياتها وتحديد أولوياتها والعمل بشكل تعاقدي يساهم في ترسيخ استقلاليتها
ويدعم تنزيل مشاريعها الأكاديمية والعلمية وتوسيع بنياتها لمواكبة ذلك. وثانيهما العمل على توحيد التصورات مع الشركاء الجهويين من أجل تكامل الرؤى ومواكبة المشاريع ودعمها بالشكل الذي يضمن تنفيذها ونجاح أدوارها وضمان إشعاعها. وفي هذا الاتجاه اشتغلت بنيات الجامعة ومسؤولوها على تحديد المشاريع التي يجب الإسراع بتنفيذها حسب رزمانة زمنية تنطلق هذه السنة وتمتد على 3 سنوات، ثم عقدت لقاءات تشاورية مع الوزارة في مرحلة ثانية لتعميق النقاش حول هذه المشاريع وضبطها. وتلت ذلك هذه اللقاءات الجهوية التي نعرض فيها الخطوط العريضة لهذه المشاريع أمامكم، وعلى رأس هذه المشاريع بجامعة القاضي عياض على سبيل المثال للحصر مدينة الابتكار La Cité de l'Innovation التي انتهت أشغالها وأوشكت على استكمال تجهيزاتها، ومن المنتظر أن تساهم بشكل جلي في تعزيز الروابط القائمة بين البحث العلمي والابتكار والمحيط الجهوي الصناعي والمقاولات. ومشاريع إحداث مؤسسات جامعية على امتداد السنوات الثلاثة 2021 22 و23. فخلال السنة الجارية 2021 هناك استكمال بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة صراغنة، وخلال سنة 2022 سيتم بناء مقر جديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة صراغنة، وخلال سنة 2023 سوف ترى إطلاق مشروع المدرسة العليا للفنون وهندسة الإبداع بالصويرة وكلية العلوم التطبيقية بشيشاوة وكلية العلوم التطبيقية بابن قرير، ثم استشراف الرؤية ما بعد سنة 2023 بالتفكير والإعداد لمشاريع أخرى تساهم في تنويع العرض الجامعي بالجهة، مثل ما هو الحال بالنسبة لمشروع معهد علوم للرياضة ومدرسة عليا للحكامة وتدبير المجال ومركب جامعي أيكولوجي بتمنصورت. وبموازاة ذلك هناك مشاريع متعددة تهم دعم المؤسسات الموجودة سواء على صعيد بنياتها التحتية الخاصة بالتدريس وبنياتها العلمية ومرافقها الإدارية، وسوف تشمل هذه المشاريع مختلف المؤسسات بالمدن الأربعة التي تحضر فيها الجامعة اليوم. وسيكون عرض السيد رئيس الجامعة مناسبة للتفصيل في هذه المشاريع وغيرها. إن اليوم لفرصة لتجديد الشكر والامتنان لكل الشركاء الذين يواكبون قطاع التعليم العالي ويدعمون مشاريعه، وعلى رأسهم السيد الوالي والسيد رئيس الجهة والسادة عمال الأقاليم ومختلف الجماعات الترابية والمؤسسات الاقتصادية وباقي المؤسسات العمومية والخاصة الشريكة. أتمنى أن يزيد هذا اللقاء في توطيد أواصر التعاون المثمر بين مختلف جامعات الجهة وشركائها. وأختم كلمتي هذه بمختطف مما جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكرى 10 لتربع جلالته على عرس أسلافه المنعمين: يشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي، فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة وتوفير الشغل المنتج لشبابنا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم السيد الوزير المنتدب. إذا يؤكد السيد الوزير على مبدأين اثنين: مبدأ التشاور مع الجامعات من أجل تحيين استراتيجيتها وتحديد أولوياتها والعمل بشكل تعاقدي يساهم في ترسيخ استقلاليتها ويدعم تنزيل مشاريع
مشاريعها. والمبدأ الثاني العمل على توحيد تصورات مع الشركاء الجهويين من أجل تكامل الرؤى ومواكبة المشاريع. هذه المشاريع التي بلورت ضمن حافظة مشاريع تنزل مقتضيات القانون الإطار 51/17 يقدم أبرزها فيما يخص قطاع التربية الوطنية بجهة مراكش أسفي السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. تفضل السيد المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، السيد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، السادة عمال أقاليم الجهة، السادة الكتاب العامون، السيد نائب رئيس جهة مراكش آسفي، السادة رؤساء المجالس الإقليمية، السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي، السيد رئيس جامعة القاضي عياض، السيد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، السيد رئيس الجامعة الخاصة بمراكش، السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، السادة عمداء الكليات، السيدات والسادة المديرون المركزيون، السيد المفتش العام لقطاع التعليم العالي، السيد المندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، السيد المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السادة المديرون الإقليميون لقطاع التربية الوطنية، السيد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، السيد رئيس الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، السادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية، السيدات والسادة الحضور الكرام، تحية لكم جميعا، ولي الشرف أن أقدم لكم هذا العرض وأن أعرض أمامكم التصور البرنامج الجهوي للأكاديمية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51/17، وأقدم أيضا التصور خلال الثلاث سنوات القادمة، وقبل ذلك أعرض لي يعني المنجزات وللحصيلة ووضعيات منظومة التربية والتكوين بهذه الجهة. وعليه سيكون هذا العرض كالتالي: سأقدم أولاً سياق العام، ثم بعض العناصر المونوغرافية للجهة، ثم معطيات إحصائية، ثم عملية تنزيل القانون الإطار، وأقدم البرنامج الجهوي الأكاديمي وفق التصور الذي تفضل به السيد الوزير. كما ترون في السياق العام مجموعة من المرجعيات القوية، من أهمها التوجيهات الملكية السامية التي تعكس العناية المولوية بقطاع التربية والتكوين، ومقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ومقتضيات القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجموعة من المرجعيات ذات يعني السند
التشريعي والقانوني والتنظيمي والتصورات القطاعية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين. فيما يخص مونوغرافية الجهة، لا بد أن أؤكد على أن الجهة لها خصوصيات يعني تجعل منها جهة تطرح مجموعة من الإكراهات، ولكن أيضا فيها مجموعة من المقومات أساسها أنها جهة يعني يطغى عليها الطابع القروي بنسبة 57%، وأنها جهة تشكل فيها مجموعة ساكنة يعني بالنسبة للساكنة الوطنية 13.4، وأن مجموع الساكنة القروية يناهز 20%، وبالتالي يعني إكراه حقيقي لا بد أن تستحضره في أي برمجة يعني مرتبطة بمنظومة التربية والتكوين. فيما يخص المعطيات الإحصائية أو المؤشرات خاصة بمنظومة التربية والتكوين، الجهة يعني على مستوى المنظومة بها ما يزيد على 1,000,000 تلميذة وتلميذ، ويعني 1555 مؤسسة تعليمية عمومية، 317 مؤسسة تعليمية خصوصية، 36,591 يعني من هيئة التدريس، 62% منهم بالوسط القروي. الجهة تحتضن 132 داخلية، وأيضا فيها 97,277 تلميذة وتلميذ بالمدارس، مدارس التعليم الخصوصي. فيما يخص عملية تنزيل القانون الإطار، سأتطرق لحافظة المشاريع، ثم يعني سأعرض بسرعة لتغطية المشاريع لمواد القانون الإطار، وأيضا لكيفية قيادة وتتبع تقييم تنزيل هذه المشاريع والمراحل التحضيرية إلى غاية نهاية 2020. هنا أؤكد وقصد التقاسم والإخبار، يعني التصور الذي أعدته الوزارة وتم تنزيله ويتم تنزيله على مستوى الأكاديميات، أنه هناك ثلاث مجالات يعني سنشتغل عليها كفعاليات جهوية ووطنية. المجال الأول يخص الإنصاف وتكافل الفرص، ويحدد هذا المجال مجموعة من الأهداف التي نرفع بها التحدي لضمان المساواة كما قلت في الولوج للمدرسة، به أولا التحدي الكبير المرتبط بالتعليم الأولي، ثم التحدي المرتبط بتحقيق إلزامية الولوج عن طريق توسيع العرض، ثم يعني الإنصاف في مجال الدعم الاجتماعي، وأيضا إعطاء الفرصة للأطفال في وضعيات إعاقة ووضعيات خاصة من أبناء المهاجرين مثلا للولوج إلى التعليم، ثم إعطاء فرصة لمن فاتته يعني الفرص المنظومة النظامية يعني فرص استدراكية، والرفع من نزاعة التربية غير النظامية، ثم الجانب المتعلق بجمالية وجاذبية وجودة الفضاءات، فضاءات الاستقبال خصوصا يعني مرتبطة بالتأهيل، تأهيل المؤسسات، وأيضا الاهتمام بالتعليم الخاص. فيما يخص المجال الثاني، وهو مجال يعني يصب في قلب يعني مهام المنظومة، المجال التربوي بامتياز، الارتقاء بجودة التربية والتكوين من خلال تطوير النموذج البيداغوجي وتجديد مهن التربية والتكوين، والارتقاء بالحياة المدرسية والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتحسين نظام التقويم والدعم المدرسي، وأيضا تجويد نظام التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، واستعمال تكنولوجيا المعلومات في التعليم. المجال الثالث يرتبط بشق الحكامة، يعني من خلال يعني حسن تدبير الموارد البشرية و يعني منظومة إرساء حكامة جيدة وتعبئة الفاعلين، وأيضا في الأخير بناء منظومة معلوماتية محكمة. بطبيعة الحال الأساس هو أنه يعني ونحن نتحدث عن الحكامة، لا بد أن نؤكد بأنه نجاح هذه المشاريع رهين بانخراط يعني كل فعاليات وخصوصا الإدارية التي تشتغل عليها، وبالتالي فلسفة تدبير هذه المشاريع يعني تتجسد في توطينها بالبنيات الإدارية، لأنه أي توطين خارج البنيات الإدارية يجعلها في وضعية يعني قد تشكل نوع من يعني التأخر بالنظر للضعف الذي يمكن أن يحدث على مستوى التنسيق، وبالتالي فكل مشاريع 18 محتضنة وموطنة في البنيات الإدارية للأكاديمية وللمديريات الإقليمية وعلى مستوى يعني المحلي والمؤسسات التعليمية، وأمامكم كل مشروع يعني على مستوى الأقسام والمصالح. هذا المجال الأول والمصالح الأقسام والمصالح التي تم توطينه بها. هذا المجال الثاني التربوي أيضا، وهذا المجال الثالث. ثم
هناك ايضا جانب اساسي هو انه بعد صدور القانون الاطار تم على مستوى المركزي والجهوي المسح التام لمكوناته لكي نبلور الاهداف والنتائج والتدابير والعمليات لتنزيل احكام القانون الاطار. وهذا فعلا امامكم هو التمحيص ديال اشنو كاين في القانون الاطار وكيفاش خصنا نطوروا التدابير وعمليات المواد امامكم وكل مشروع فين كيتواجد في هذه المواد ديال القانون الاطار. ايضا لابد من تدبير وتنسيق مركزي جهوي اقليمي ومحلي، وامامكم يعني الفاعلين المتدخلين على المستوى المركزي هناك لجنه قياده يسهر عليها او يشرف على اطراسها السيد الوزير، ولجنه تتبع وطنيه يترأسها السيد الكاتب العام، ومنسق المجالات مركزيا ومدير المشاريع ورؤساء المشاريع مركزيا. وعلى المستوى الجهوي هناك لجنه قياده يراسها مدير الاكاديميه ومنسق المجالات ورؤساء المشاريع وفرق المشاريع على المستوى الجهوي. وعلى المستوى الاقليمي ايضا لجنه قياده يراسها السادة المدير الاقليميون ومنسق فيها منسق المجالات ورؤساء المشاريع وفرق المشاريع الاقليميه. ولكن على مستوى المؤسسات التعليميه ايضا هناك ادوار لمجلس التدبير وهناك باقي مجالس المؤسسه وجماعات الممارسه المهنيه وادوار لهيئات التفتيش من اجل يعني انجاز هذه المشاريع. لا ايضا في الجانب المتعلق بالتقويم يعني المنتظم لهذه العمليات هناك الجانب يعني على مستوى المركزي المفتشيه العامه، وعلى المستوى الجهوي لجنه تقويم المشاريع المفتشيه العامه يعني ستصدر تقارير سنويه. على المستوى الجهوي ستصدر تقارير تركيبيه كل 6 أشهر، وعلى المستوى الاقليمي ستصدر يعني تقارير اقليميه كل 3 أشهر. هذه العمليه بشكل سريع منذ اصدار القانون الاطار كان الاشتغال مركزي وجهوي واقليمي وجميع الفعاليات اشتغلت الى ان تم بلورات هذه المشاريع ومناقشتها في اطار ندوات، يعني كانت بيننا وبين زملائنا في المركز يعني مداولات وتفاوض ميزانياتي، وخرجنا يعني بواحد البرنامج جهوي، وهذا البرنامج تاثر بواحد رساله ميزانياتيه مذكره اطيريه ميزانياتيه، وفضل واحد الورش جهوي، وهذا الورش الجهوي تصدق عليه في مجلس اداري، ونحن الان بصدد تقديمه امامكم مجموعه من الصور التي تجسد الديناميه التي يعني تعرفها هذه الجهه يعني بدعم السلطات المحليه والسلطات المنتخبه. البرنامج الجهوي للاكاديميه المجال الاول انصاف وتكافؤ الفرص ارتقاء بجوده التربيه والتكوين والحكامه والتعبئه، هذا البرنامج الجهوي. اود ان اشير هنا في هذه الارقام القفزه النوعيه اللي عرفها تطور التعليم العمومي التعليم الاولي العمومي، يعني مشينا من 14000 ل 52000، يعني انه بالعمل ديال الاداره والشركاء والسلطات والمنتخبين كاين واحد القفزه نوعيه وكاين تراجع التعليم الاولي غير المهيكل. وامامكم يعني في هذا لي فيغور نانو يعني كيفاش وصل مشينا من 14% ل 27% ل 44% في التعليم الاولي العمومي، وكيفاش كيتناقص التعليم غير الاولي غير المهيكل والادوار اللي كيلعبوها الشركاء، حيث يعني عدد الاطفال المسجلين بفضل مساهمه الشركاء 6615. وبطبيعه الحال هناك برنامج متعدد السنوات غادي يشتغلوا عليه يعني بتاهيل وتجهيز الحجرات وبناء وتجهيز يعني الحجرات وتكوين ديال المربيات في هذه السنوات كلها، ونامل يعني انه في سنه 2025 نامل ان نحقق تعميم التعليم الاولي بطبيعه الحال، ولذلك يجب ان نوفر 1576 حجره من بين البرنامج التي تنجزه الاكاديميه وبرامج الشركاء. مجموعه من على مستوى المشروع الثاني العرض المدرسي، هنا لابد ان اتحدث عن الاعداد الاطر التربويه اللي كتوصل 13501 من التوظيفات اللي توظفت الى حدود سنه 2020 والفوج يعني الموالي يعني بصدد التكوين ديالو الان، ومؤسسات تعليميه يعني 1555 مدير في المدارس العموميه و 132 داخل القائمه، وتركيز على المدارس الجماعاتيه، يعني انتقلنا من 7 مدارس الى 13، ولكن هناك على الاقل يعني 7 أو 8 مدارس جماعاتيه يعني قيد الانجاز. بطبيعه الحال تحقيق الالزاميه يطلب منا المزيد من الانجازات في البنيه التحتيه، وامامكم البرنامج ديال 2021 على مستوى برامج الاكاديميه، لكن على مستوى البرامج لو بير دي دي اس مثلا، وفرصه نشكر السيد الوالي
على الدعم ديالو. والأدل على ذلك هو أنه مراكش ما كانش داخله ودخلت البيغ دي تي اس، المنابه ما كانش فيها ان ايتابليسمون بوبليك ودخل هذا ايتابليسمون بوبليك بفضل لو ديغنوستيك اللي دار. اي سي تري بيان، هذا لونجاجمون اون فا لو مانتونيغ 22 23 26، نأمل أنه 26 يعني غادي نمشيو إن شاء الله لهذا يعني لتحقيق هذا الإلزامية والتعميم. والهضر المدرسي أمامكم تراجع كبير 102 856 418، يعني في الدعم الاجتماعي والدور ديالو في هذا المجال، الدعم يعني الاجتماعي أو مانتيان على الأقل في هذاك المستوى ديال اللي حنا فيه إلى ما تطور. التربية الدامجة أيضا ورش كبير، عدد الأطفال أمامكم وطبيعة الإعاقة والمجهود الكبير اللي كيتم من أجل يعني بناء المدرسة الدامجة. وبطبيعة الحال هذا ورش مفتوح، يعني قاعة الموارد للتأهيل والدعم، والدعم يعني بناء المدارس الدامجة على مختلف الدعامات. المراكز الفرصة الثانية وتأمين يعني الاستدراكي والتربية غير النظامية كان واصلوا البناء ديالها باش نعطيو فرصه للتلميذات والتلاميذ اللي غادروا ولا ما تمكنوش من تم دروس انهم يولجوا باش نرجعوا من المدرسه النظاميه او التكوين المهني او التشغيل الذاتي. وهذا الورش الى حدود يعني سنه 2023، ولكن يمشي حتى 2030 وغادي يمشيوا في الاتجاه. وحنا يعني الان يعني مع مختلف الشركاء والفعاليات اللي عندها علاقه بالمجال المهني ومجال المقاولاتي وما الى ذلك. التاهيل المندمج لمؤسسات التربيه والتكوين بطبيعة الحال كما قلت الطبع القروي كيعطي واحد الخصوصية واحد التحدي، ولكن الوتيرة باش اشتغلنا. والتقرير الأخير ديال المجلس الأعلى للتعليم تبين الصعوبة اللي كاينة في الجهة، ولكن النقط باش تطورت الجهة على جميع المؤشرات واللي تربحت في هذه الثلاث أربع سنوات الأخيرة، كيبين المجهود اللي دار في منظومة التربية والتكوين. إذا كاين كراهة ديال القراوي، ولكن يعني المؤشرات غادية في تطور وغادي نواصلوا بطبيعة الحال. ونسعى الى انه الا سمحتوا لي هذا الجانب ديال البناء المفكك، نسعى انه في 2022 يعني نحيدوه من الجهه بالتضافر ديال الجهود وفي اطار الشراكات التي نحن بصدد يعني الاشتغال عليها. تطوير وتنويع التعليم الخاص، الشركاء في التعليم الخاص بطبيعه الحال يعطي التشجيع والدعم باش الارقام يعني ترتفع ايضا. وامامكم يعني التطور اللي وقع وحتى في الظروف ديال الجائحه، ولكن حاولنا نحافظوا على التوازن ونسعى الى التطوير ديال هذا العمل بطبيعه الحال في يعني في هذه السنوات الثلاث. المجال الثاني مؤشرين اثنين ولكن غيجوا مؤشرات مواليه، المسار المهني في الاعدادي والمسالك يعني المهنيه في التاهيلي، وايضا البكالوريا الدوليه والمسار يعني الدولي في الاعدادي بلس 36% بلس 62%، يعني هنا واحد التطور ملحوظ. وغادي سنواصل هذا العمل في السنوات ان شاء الله الثلاث المقبله. وامامكم يعني المحددات والمقومات ديال النموذج البيداغوجي يعني بالارقام بالمشروع الجهوي للسنوات الثلاث في مختلف الاوجه. تجديد مهن التربيه والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنيه على مستوى التكوين المستمر، هناك استراتيجيه وطنيه نحن بصدد تنزيلها، تحدثت لجنه القياده الجهويه ولجنة التدبير وتحدد التشخيص وعندنا البرنامج وصدقنا عليه ونحن بصدد التنزيل ديالو. وايضا في التكوين الاساس يعني مع المركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين، وعندنا الارقام والاسقاطات للسنوات المواليه. الارتقاء بالحياه المدرسيه مختلف اوجه يعني النوادي التربويه وجميع الجوانب التي يجب ان تشتغل عليها المؤسسه التعليميه، والمنظومه التربيه والتكوين يعني حاضره وارقام ومؤشرات قويه ومشجعه. الرياضه المدرسيه يعني ثلاثه ديال المحددات، الجمعيات الرياضيه، المراكز الرياضيه، مسار يعني رياضه ودراسه، واحد التطور ملحوظ في هذا الجانب. نظام التقويم بطبيعه الحال ايضا على مستوى تقويم مستلزمات التشخيص وعلى مستوى الدعم والتجهيز تطور ملحوظ، وورش يعني مفتوح للسنوات الثلاث على مستوى هذ الجانبين خصوصا. النظام الناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني، وامامكم بالارقام يعني الاساتذه الرؤساء يعني نظام التوجيه في مشروع المؤسسه وما الى ذلك من يعني المؤشرات التي هي في تطور يعني بالارقام. تطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في هذا الجانب، كاين لا كونيكسيون انترنت بالنسبه ليستابليسمون سكولير، دونك لي فاريونت اللي كاينين لا دي اس ال، لا فيبر اوبتيك، و لا فيسات و 4 جي، والحمد لله
يعني جميع الامكانيات استعملناها واللي وفتحنا الباب للمؤسسات التعليميه باش تختار لوبيراتور يعني اللي كاين على المستوى المجالي وتختار اللي صالح لها وفق واحد الاعتماد المالي مخصص لهذه المؤسسات. وواصلنا التجهيز ديالنا بالنسبه للقاعات يعني المؤسسه يعني التعليميه المجهزه يعني بقاعات متعدده الوسائط وما الى ذلك من البنيه التحتيه والتكوين 23000 يعني استاذ واستاذه يعني اللي هما استفدوا من هذه التكوينات في هذا المجال. وكان وصلوا بطبيعه الحال في البرنامج الجهوي يعني وفق واحد المنهجيه محدده وارقام باش نبغوا الهدف ديالنا في هذا المجال. مجال يعني الثالث الارتقاء بمشروع 15 الارتقاء بتدبير الموارد البشريه. كما قلت هناك تضيفات، نواصل التضيفات للاستجابه للحاجيات وبطبيعه الحال نواصل يعني حسن التدبير والحكامه في هذا المجال بتفويض الاختصاصات وتسهيل وتبسيط المساطر وبطبيعه الحال باستعمال وسائل التكنولوجيا المعلوميات مسير 100% ويعني بتغطيه الخصائص من الاطر ديال الاداره التربويه وما الى ذلك من الجوانب. وامامنا البرنامج المتعدد السنوات بالارقام يعني فيما يتعلق بالارتقاء بتدبير الموارد البشريه على مستوى التدبير يعني المالي خصوصا، ولكن مؤسسه الاطار التعاقدي الحكه ومؤسسه الاطار التعاقدي مشروع 16 هناك واحد تفويض ميزانياتي للاقاليم بهذا الشكل اللي كتشوفوا ونسبه كبيره ديال الالتزام حققناها ازيد من 90%. وبطبيعه الحال تفويض ديال الاعتمادات وتقليص، وهذا جاي هذا يعني مؤشر جيد، تقليص اجل الاداء بالايام يعني من 28 جور هبطنا ل 22 جور في الاداء يعني في سرعه الاداء. وهناك عمليات مواكبه بطبيعه الحال لضمان حسن تدبير هذه البرامج. ايضا تعبئه الفاعلين، ونحن بصدد هذا تحقيق او الشغال على هذا الهدف، عدد يعني من الشراكات وعدد يعني من الاتفاقيات وحوارات صحفيه وتعبئه اعلاميه. وكاين واحد البعد كبير اللي هو في نهايه المطاف التعبئه، هذه التعبئه كلها خصها تعطي الانصاف والمساواه وخصها تعطي على الاقل مؤشرات عميقه منها المناصفه مثلا. وحطينا هذا الهدف في العمق ديالو باش نشوفوا واش وصلنا لهدف نموذجي، ولكن كاين اهداف مماثله من هذا النوع بالنسبه للادوار ديال التعبئه تعبئه الفاعلين والشركاء. امامكم يعني نماذج من الفاعلين والشركاء اللي تيشتغلوا بشكل منتظم مستمر دعما للمدرسه المغربيه على مستوى هذه الجهه. المشروع رقم 18 المشروع الاخير في هذا البرنامج الجهوي تقويه نظام المعلومات للتربيه والتكوين. بطبيعه الحال كنجددوا التجهيزات على مستوى المؤسسات التعليميه وعلى مستوى التجهيزات يعني التي نوفرها للاطر في التدبير، وكنواصلوا التكوين والتاطير والمواكبه، وكنواصلوا التنزيل ديال يعني المكونات المعلوماتيه لحسن تدبير يعني الجوانب المتعلقه بمنظومه التربيه والتكوين في مختلف اوجهها. شكرا على حسن تتبعكم. شكرا لكم سيد مدير أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على هذا العرض القيم والغني. ونمر مباشرة حضرات السيدات والسادة لعرض المندوب الجهوي للتكوين المهني، فليتفضل مشكورا. خدام هذا؟ ما خدامش. كيدوز بهذا؟ كيدوز بهذا؟ صافي سير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد والي جهة مراكش آسفي، السادة عمال صاحب الجلالة، السيد نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، السادة الكتاب العامون، السادة رؤساء المجالس، السيد رئيس الجامعة، السيد مدير الأكاديمية، حضرات السيدات والسادة.
أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الشركاء والمتدخلين على ما يبذلونه من جهود من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين بهذه الجهة، وعلى رأسهم السيد الوالي والسيد رئيس مجلس الجهة والسادة عمال صاحب الجلالة نصره الله، والمنتخبون والمهنيون والفاعلون الجمعويون معبرين جميعهم على انخراطهم التام والفعلي في الورش الكبير للإصلاح الذي يعد الأسبقية الثانية بعد الوحدة الترابية لبلادنا. وكلنا ثقة وأمل أن هذا الانخراط سيتواصل بفضل هذه المبادرة الكريمة التي يؤطرها السيد الوزير بمعية السيد الوزير المنتدب بمختلف جهات المملكة من أجل التعبئة المجتمعية حول حافظة المشاريع الاستراتيجية التي جاء بها القانون الإطار 51/17. حضرات السيدات والسادة، سعيد أن أتقدم أمامكم بعرض حصيلة تنزيل مضامين القانون الإطار لقطاع التكوين المهني بالجهة، وكذا برنامج العمل لسنة 2021. هذا العرض الذي سيرتكز على المحاور الثلاث الآتية: المرجعيات والمرتكزات، مؤشرات عامة حول جهاز التكوين المهني بالجهة، وحصيلة تنزيل المشاريع القانون الإطار. في البداية لا بد من الوقوف عند الخطاب الملكي السامي ل30 يوليو 2015، بمناسبة الذكرى 16 لتربع صاحب الجلالة نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، ولضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح، فإنه يجب على الجميع تملكه والانخراط الجاد في تنفيذه، كما ندعو لصياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد ويضع حداً للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية، انتهى المنطوق الملكي السامي. الآن أمر إلى المرجعيات، بحيث يستمد القانون الإطار مرجعيته أساساً من كونه مشروعاً مجتمعياً مرتكزاً على دستور المملكة 2011، الخطب الملكية السامية، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، خارطة الطريق للتكوين المهني المقدمة بين يدي صاحب الجلالة بتاريخ 4 أبريل 2019، وكذا تنزيل مقتضيات قانون الإطار في حافظة مشاريع متناسقة. ومن ضمانات نجاح هذا الورش الإرادة الملكية السامية، الأولوية الحكومية، والتعبئة المجتمعية. يتميز جهاز التكوين المهني بالجهة بكونه يغطي، أقول يتميز جهاز التكوين المهني بالجهة بكونه يغطي جميع أنماط التكوين وتواجد معظم القطاعات المكونة، مما يعطيه القوة أن يتمركز كفاعل في التنمية الجهوية والمحلية. هذا الجدول يعطي الوضعية للمؤسسات التكوينية بالجهة. هناك 73 مؤسسة بالقطاع العمومي، منها 48 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. المؤسسات التكوينية الخاصة 160، منها 56 مؤسسة معتمدة، 24 مركز للتدرج المهني، 16 الداخلية، و 39,658 متدرب، منهم 15,993 بالوساط المهني. يمثل التكوين داخل المؤسسة 64%، والتكوين بالوسط المهني 36%. توفر 220 شعبة متوفرة بالجهة، نسبة التأطير هي مكون لكل 17 متدرب يؤطرها حوالي 2624 مكون، منها 43% بالقطاع العمومي. نسبة الإقبال هي 3 ديال المترشحين لكل مقعد بيداغوجي واحد. نسبة الإدماج بالجهة 66.5% بعد 9 أشهر من التخرج. تسجل أكبر نسبة للمتدربين بمستوى التقني المتخصص ب 37%، كما أن قطاعي الإدارة والتسيير والصناعة المعدنية يتصدران قائمة القطاعات الاقتصادية الأخرى. الآن نمر إلى الموضوع الأساسي لهذا اللقاء،
بعرض حصيلة تنزيل مشاريع القانون الإطار وبرنامج العمل للجهة، حيث تم العمل على تحيين الإجراءات المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية المرتبطة بقطاع التكوين المهني وفق مقتضيات وأحكام هذا القانون وتجميعها في حافظة مشاريع تضم 13 مشروعاً تستحضر المنظور الشمولي للقانون الإطار والتي تتوزع على 3 مجالات استراتيجية. المجال الأول المتعلق بالإنصاف وتكافؤ الفرص ويضم 5 مشاريع. بالنسبة للحصيلة حسب مشاريع كل مجال، المشروع الثاني والمتعلق بتطوير وتنويع عرض التكوين، تميز هذا المشروع بإحداث مؤسستين جديدتين ببنغرير تابعتين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجستيك ومعهد التكوين في مهن السمعي البصري بشراكة مع إقليم الرحامنة، وكذا تعزيز الطاقة الاستيعابية بالقطاع الخاص ب 250 مقعد بيداغوجي بإحداث 6 مؤسسات، وتعزيز عرض التدرج المهني باتفاقيتين جديدتين لتوفير 800 متدرج. هذه بعض الصور. هذا المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجستيك ببن قرير، نفس المعهد. هذا معهد السمعي البصري ببن قرير، صورة لمركز التدرج بالصويرة، وصورة لمركز التدرج المهني للاتحاد الوطني لنساء المغرب ببن قرير. بالنسبة لبرنامج العمل للمشروع في أفق 2023، يتميز هذا المشروع بإحداث مدينة المهن والكفاءات بمدينة تمنصورت، إحداث وبناء 7 مؤسسات تكوينية جديدة، إعادة هيكلة عرض التكوين، مشاريع إحداث 6 مؤسسات تكوينية، ومشروع إحداث قرى للدعم والتكوين بالعالم القروي. إذن عندنا إحداث 14 مؤسسة تكوينية تتوزع على 6 مؤسسات زائد مؤسستين في إطار شراكة بالنسبة للبرنامج التنموي الجهوي، 4 مؤسسات لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ضمنها مدينة المهن والكفاءات، و3 مؤسسات تكوينية بالنسبة للقطاعات العمومية، ومؤسسة واحدة شراكة في إطار شراكة قطاع عام خاص مع سي جي إن. الآن أمر إلى مشروع إحداث مدينة المهن والكفاءات. هذا المشروع بطبيعة الحال اللي هو مشروع ضخم وهام جدا الذي جاء في تقديم خريطة الطريق، سوف ينجز على مساحة العقار ديال 6 هكتارات، الميزانية المرتقبة حوالي 400 مليون ديال الدرهم، يضم 7 أقطاب، حوالي 74 شعبة تكوينية، بداية الأشغال من المنتظر تكون في 2021 وانطلاق العملية ديال التكوين في 2023. الداخلية 450 مقعد وسيوفر طاقة استيعابية ديال 3000 مقعد. بالنسبة دائما لمدينة المهن والكفاءات، حوالي 74% تكوين متوج بدبلوم، وسيوفر كذلك 3 مستويات للتكوين و 26% من تكوين تأهيلي، 52 شعبة جديدة و 22 شعبة محينة. هذا عبارة عن تصميم الأرض التي سوف ينجز عليها هذا المشروع. الآن أمر إلى فيما يلي قائمة الإحداثات المبرمجة في أفق سنة 2023 اللي هي بتكلفة مالية تبلغ 533 مليون، 3 مراكز تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كما هو في الجدول. ثلاث مؤسسات أقول بالنسبة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عيط لي على ذاك ما بقاش خدام هذا البوانتر، عيط له هذا ما بقاش يهدوز هذا، و3 مؤسسات بالنسبة للقطاعات المكونة الأخرى، قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، وقطاع التعاون الوطني. وفي إطار تعزيز الشراكة عام خاص
من المتوقع إحداث مركز للتكوينات في المجال المقاولاتي وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة وقطاع التكوين المهني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. كما أن برنامج التنمية الجهوي سطر إحداث 6 مؤسسات بالجهة بطاقة استيعابية ديال 2700 مقعد وتكلفة 110 مليون ديال الدرهم. هذه المؤسسات بطبيعة الحال التي سطرت في البرنامج التنمية الجهوي. كما تميز المشروع الثاني ببرمجة قرى للدعم والتكوين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2019 بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، حيث جاء في الخطاب الملكي السامي: وهنا أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد، انتهى المنطوق الملكي. وعليه فقد تمت برمجة قرية للدعم والتكوين بجماعة منار بإقليم الصويرة، حيث تم توقيع الاتفاقية الإطار بتاريخ 21 نوفمبر 2020، وقد انطلقت التجربة بتكوين غير إشهادي بالمركز، وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأطراف بالجهة خلال اللقاءات الأولية أبدت استعدادها للانخراط في خلق قرى أخرى على صعيد الجهة. هذه صورة ديال توقيع الاتفاقية ديال مدينة قرى التكوين بالمدينة القرى. بالنسبة للمشروع الثالث والخاص بتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، استفاد منها المنحة حوالي 4347 متدرب بالقطاع العمومي و256 متدرب بالقطاع الخاص، استفادوا من مساهمة الدولة في مصاريف التكوين، وبلغ عدد الداخلية 16 بطاقة 1920 سرير، زيادة على استفادة 210 متدرب التكوين المهني من دور الطالب التابع للتعاون الوطني. كما أن متدربي المكتب يستفيدون من نظام التغطية الصحية برسم سنة 2021، ينتظر أن يستفيد 4500 متدرب من المنحة و192 متدرب من مساهمة الدولة، وكذا إحداث داخلية بطاقة 120 سرير تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشراكة مع إقليم الرحامنة. وتنفيذا لأهداف المشروع الرابع، تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التكوين، استفاد حوالي 718 نزيل بخمس مؤسسات للتكوين بالمؤسسات السجنية و50 متدرب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتابعون تكوينها بمختلف المؤسسات التكوينية، مع الإشارة إلى أن غالبية مؤسسات التكوين المهني تتوفر على الولوجيات الأساسية. ويستفيد كذلك أيضا 65 متدرب أجنبي من التكوين مؤسسات الجهة. هذه صورة لمركز محمد السادس ذوي الاحتياجات الخاصة. بخصوص البرنامج السادس التأهيل المتعلق بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، تميزت سنة 2020 بتجهيز 3 مراكز للتدرج المهني لقطاع التعاون الوطني وتأهيل مدرسة سيدي عبد العزيز بمراكش لتصبح مركزا للصانعة التقليدية. ويتميز برنامج العمل 2021 في 2021-2023 بالنسبة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمشاريع متعددة تهم تأهيل 17 مؤسسة تكوينية بمبلغ يناهز 85 مليون درهم، وتأهيل 6 فضاءات مشتركة للتكوين متعددة الوسائط بمبلغ 24 مليون ديال الدرهم، زيادة على تأهيل 7 داخليات وبناء داخليتين بطاقة استيعابية 1090 مقعد ومبلغ 45 مليون درهم، وبالإضافة إلى تأهيل وتوسيع وتجهيز المعهد المتخصص للأشغال العمومية بمراكش والرفع من طاقته الاستيعابية بمبلغ 33 مليون ديال الدرهم. ونستعرض فيما يلي بعض الصور أو بعض المعطيات المتعلقة بتأهيل جميع المؤسسات التكوينية على صعيد الجهة. كما تلاحظون هذا صورة لإعادة هيكلة مركز تقنية الأشغال العمومية. هذا التأهيل المندمج بطبيعة الحال لمؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كذلك المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة في الصويرة، المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية بنقرير، مركز التكوين المهني في حيرة في البناء بمراكش، معهد المتخصص في الفندقة والسياحة بأسفي، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتمنصورت، معهد المتخصص للتدبير والإعلاميات بمراكش،
هذه تأهيل الفضاءات المشتركة للتكوين. كما تلاحظون هذه إعادة الهيكلة بطبيعة الحال جاءت في إطار إعادة هيكلة المؤسسات التكوينية التابعة لمختلف القطاعات المكونة. نستعرض الآن المشروع السابع الخاص بتطوير وتنويع عرض التكوين المهني الخاص، حيث أثمرت مواكبة المستثمرين الخواص خلق 6 مؤسسات خاصة، وفي إطار التأطير والمراقبة تمت مراقبة 40 مؤسسة خاصة ومعالجة ملفات 15 مؤسسة في عملية التأهيل و26 في عملية الاعتماد والمشاركة في أشغال 70 لجنة الامتحانات. وسيتم مواصلة هذا البرنامج في سنة 2021 مع ضرورة تحيين ومراجعة الإطار المؤسساتي والتنظيمي المنظم للتكوين المهني الخاص وفق مقتضيات رؤية القانون الإطار. نمر الآن إلى المجال الثاني المتعلق بالارتقاء بجودة التربية والتكوين، الذي يضم 5 مشاريع. بداية المشروع رقم 8 الخاص بتطوير النموذج البيداغوجي الذي يهم أساسا تعميم المقاربة باعتبار الكفاءات، حيث 85 من البرامج الملقنة بالجهة تعتمد هذه المقاربة زيادة على 39 من الدعامات التحسيسية حول المهن والتكوينات، كما أن أغلب البرامج تتضمن مجزوءات تتعلق بتنمية الحس المقاولة وروح المبادرة. الآن أمر إلى مشروع متعلق بالجهة الذي يخص تحسين قابلية التشغيل لدى الشباب. أمامكم صورة لترأس السيد الوالي مراسم توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذا البرنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش أسفي. وفي إطار تحسين قابلية التشغيل يأتي برنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب بالجهة بشراكة مع البنك الدولي، الذي يهدف إلى مقاربة مندمجة للاستثمار في الشباب لإعدادهم دخول سوق الشغل، وكذا الاستثمار في بيئة ريادة الأعمال وفي السلاسل ذات القيمة العالية لخلق فرص الشغل. ويرتكز هذا البرنامج على 3 مرتكزات: تعزيز قابلية التشغيل والتكامل الاقتصادي للشباب، تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال، ودعم خلق فرص ريادة الأعمال للشباب وبناء القدرات المؤسساتية وتنفيذ البرنامج. كما يهم هذا البرنامج عدة متدخلين، أذكر منهم ولاية جهة مراكش أسفي في الاندياش، ومركز الجهوي للاستثمار، الوكالة للاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وقطاع التكوين المهني ووزارة التشغيل. فيما يخص قطاع التكوين المهني، يهدف كذلك هذا البرنامج إلى استفادة حوالي 19,000 مستفيد، منها 15,800 سيتم تكوينهم بالتدرج المهني مع مختلف الشركاء خلال فترة 4 سنوات. هذا عبارة عن صورة لواحد الفضاء ديال تشغيل الشباب اللي داخل بطبيعة الحال في نفس البرنامج. أمر الآن إلى المشروع 12 المتعلق بتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات. كيهم في برنامج 2020 تنزيل النظام الوطني الموحد، 256 مؤسسة على الصعيد الوطني تابعة لكل القطاعات المكونة، و53 مؤسسة على صعيد الجهة، 22 للمكتب و15 للقطاع الخاص والباقي للفضاءات الأخرى. كذلك برنامج 2021 مواصلة تنزيل النظام الوطني الموحد للتقييم الذاتي، وضع برنامج مندمج لإعادة تأهيل المعهد التقني للسياحة والفندقة بأسفي ليصبح معهدا للتميز في إطار شراكة بلورة النظام الوطني، وإرساء أسس العلامة الوطنية للجودة. المشروع رقم 13 المتعلق بإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والتنشيط المدرسي والمهني الجامعي، برنامج 2020 إعداد 16 من الدعامات التحسيسية حول المهن والتكوينات المرتبطة بها، 10 مستشارين للتوجيه المهني بالمكتب لمواكبة المتدربين وتوجيههم، عدد الأساتذة الرؤساء المواكبين لمشروع التلميذ 2930، وعدد المؤسسات التعليمية التي تبنت المشروع حوالي 280. برنامج 2021 توسيع عملية استكشاف المهن بالمدارس الابتدائية وتكثيف الحملات الإعلامية وتفعيل المقرر الوزاري رقم 121/13 بتاريخ 17/2021 بشأن مسار التوجيه المدرسي. المشروع 14 تطوير استعمال التكنولوجيا للمعلومات والاتصالات في التعليم، اعتماد المنصة الرقمية تيمس للتعليم عن بعد، اعتماد المنصة الرقمية للغات، واعتماد تكوين مزدوج بين الحضوري وعن بعد بمؤسسات المكتب،
جميع مؤسسات المكتب مزودة بقاعة مخصصة لإلقاء الدروس عن بعد، تجهيز قاعات بمؤسسات المكتب وإعادة روابط رقمية تهم محتوى 125 شعبة وإعداد برامج تكوينية مصورة. بالنسبة ل 2021 الشروع تكييف البرامج الحالية مع ملتزمات التكوين وإعداد الإطار القانوني والتشريعي لمؤسسات التكوين المهني عن بعد. هذا عبارة عن صورة للتكوين عن بعد. الآن المجال الثالث والذي يهم حكامة المنظومة والتعبئة. هذا المشروع يضم ثلاثة مشاريع. المشروع رقم 16 المنجزات هي 2020. أغلب المشاريع المنجزة والمبرمجة للسنوات المقبلة تخضع للشراكة بين القطاعات المكونة وشركاء المنظومة، اعتماد مشروع المؤسسة، اتفاقية برامج التدرج المهني، برنامج العمل 2021، ملائمة النصوص التشريعية وتعزيز استقلالية المؤسسات. المشروع 17 تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، مشروع مجتمعي، تنظيم لقاءات جهوية ومخططات تواصلية، إرساء ثقافة التملك الجماعي للمشاريع، ترسيخ مبدأ التقائية المشاريع واستغلال الوسائل الرقمية والإعلام المحلي، اعتماد مبدأ رابح رابح مع الفرقاء لإنجاح مبدأ التملك الجماعي. المشروع رقم 18 تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين والبحث العلمي. المنجزات استثمار في التجهيز المعلوماتي، نزع الطابع المادي في تدبير المراسلات، رقمنة دفتر النصوص، منظومة تسجيل المتدربين وتصحيح الاختبارات، نظام معلوماتي لتخطيط وتدبير وتتبع وتقييم المنظومة، برنامج العمل 2021 تحديث الشبكة المعلوماتية، وضع نظام معلوماتي وطني مندمج، وتعميم رقمنة برامج التكوين المهني. وشكرا على حسن تتبعكم. شكرا للسيد المندوب، والآن يتفضل رئيس جامعة القاضي عياد بعرضه لهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. السادة الوزراء، السيد والي صاحب الجلالة على جهة مراكش آسفي، السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، السيد نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، السادة الكتاب العامون لكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد مدير الأكاديمية، السيد المدير الجهوي للتكوين المهني، السيد الوزير رئيس الجامعة الخاصة لمراكش، السيد رئيس جامعة بن قرير بوليتكنيك، السادة رؤساء المؤسسات، حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته وما يليق به من التقدير والاحترام، أتشرف بتقديم أمامكم مخطط عمل جامعة القاضي عياد المعتمد للسنوات الثلاث القادمة لتنزيل القانون الإطار. وليس بخاف عليكم أن التحديات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين وخاصة منها منظومة التعليم العالي هي أساسا جودة التكوينات، طاقة تأطيرية، لغة التدريس، تنظيم البحث العلمي والحكامة، إشكالية الحكامة. إلا أننا وبفضل هذه الدينامية التي نحن بصددها والغير المسبوقة على الصعيد الوطني لتنزيل القانون الإطار
وهذه الدينامية المؤطرة بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة سنجعل من هذه التحديات فرص، فرص للارتقاء بالمنظومة، مما يتطلب تحسين جودة الاستقبال والإدماج والتوجيه وإعادة التوجيه، محاربة الهدر الجامعي خاصة في السنة الأولى، تعزيز وإعادة تأهيل البنية التحتية، إدراج البيداغوجية الرقمية، إدراج تدريس المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية، تعزيز تعلم اللغات، تشجيع دراسة الدكتوراه وتقويتها، دعم أقطاب الكفاءات المتميزة في البحث العلمي، الرفع من ميزانيات البحث العلمي، اعتماد منهجية تعاقد أهداف مشاريع، رقمنة المصالح والتدبير الإداري، تشجيع الإدماج المهني للخريجين. كل هذه الآليات والمهام المطروحة أمامنا بوبها القانون الإطار لتحديث وتطوير التعليم العالي في 4 برامج أساسية تتوخى تحسين 95 مؤشر. لم يسعفني الوقت لأحدثكم عن كل مؤشر منها وما نتوخى العمل به، إنما وقبل أن أسرد أمامكم التزامات وعمل جامعة القاضي عياد، اسمحوا لي أن أقدم بعض المعطيات والأرقام الخاصة بجامعة القاضي عياد. جامعة القاضي عياد هي جامعة الجهة، لها أكثر من 4 عقود من العطاء لرجال ونساء صادقوا ما عهدوا الله عليه، تعلمت منهم كثيرا، وأغتنم هذه المناسبة لأترحم على من غادرنا منهم، ولأنحني إجلالا وتقديرا لمن هم سائرون في تدعيم وتطوير هذه الجامعة العتيدة الوطنية. أرقام جامعة القاضي عياد والتي تعرف أكثر من 100,000 طالب، نسجل منها سنويا في السنوات الأخيرة 32,000 طالب جديد، ولكن رغم العرض المتنوع التكويني المتنوع سواء في التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، ورغم العطاء من حيث إنجازات البحث العلمي، إلا أن هذه الأرقام تسائلنا عن المؤشرات الواجب تطويرها وتدعيمها. ففيما يخص التأطير البيداغوجي والإداري، ف 1650 أستاذ و 751 إداري ل 100,000 طالب، هذا مؤشر لنا أن نطوره ونحسنه. 2800 طالب في الدكتوراه، ولكن عدد الدكتورات التي ننجزها سنويا هي 200 دكتوراه، مطالبون بالرفع من هذا المؤشر. 800 مقال علمي رغم أهميتها، والتي تجعل من الجامعة جامعة رائدة على الصعيد الوطني، فهي لا زالت في نظري وللطموح الذي نسعى إليه تسائلنا لتطويرها والرفع منها. كذلك عدد الطلبة الأجانب، 1,000 طالب دولي من بين 100,000 طالب مغربي، لأننا نعتبر أن الطلبة الأجانب والطلبة الدوليون هم سفراء المستقبل لبلادنا. فنموذج جامعة القاضي عياد، واسمحوا لي أن أتحدث عن نموذج جامعة القاضي عياد، فهو تدبير إداري تشاركي يعتمد التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية،
رقمنة تدبير الموارد البشرية اعتماد نهج ميزانياتي على يرتكز على نجاعة الأداء، بحث علمي في خدمة التنمية، والرئاسة والجامعة تخصص أكثر من 20% من ميزانيتها للبحث العلمي ولحركية الحركية العلمية للطلبة والأساتذة. عرض تكويني متنوع به أكثر 59% كلها تكوينات ممهننة. كذلك أن جامعة القاضي عياض كانت سباقة على مستوى الماستر لإدخال المهارات واللغات في والبيداغوجية الرقمية. الانفتاح على الصعيد الدولي وخاصة على جهات غير تقليدية، البرازيل، روسيا، الصين إلى غير ذلك. فمن ناحية البحث العلمي وبعد دراسة قامت بها الجامعة لنا هذا الأطلس، أطلس البحث العلمي في الجامعة، فيه مجموعة من التخصصات ومن مواضيع البحث العلمي التي للجامعة فيها الريادة والتي تعطي إشعاع كالطاقة، طاقة النظيفة، الماء والبيئة، لي ماتيريو انوفون، لاغرو سيونس، لي ماتيماتيك، لانجينيري. وهناك كذلك تخصصات هي نعتبرها تخصصات صاعدة أو إميرجنت. وللتدليل على ريادة جامعة القاضي عياض في البحث العلمي، كان لي منذ يومين لقاء مع خبراء من إلسفير، مؤسسة إلسفير، للنقاش حول تحسين ترتيب الجامعة وتحسين، لأن مجموعة من المعطيات ما عندناش في ما كتكونش عندهم، وتيعتبروا أن جامعة القاضي عياض يمكن لها تكون أحسن في الترتيب من هذا. واللي تبين ما تبين أن هذا خديتها من الديابو ديالهم، اللي تبين أن بالنسبة للمنشورات العلمية لجامعة القاضي عياض توجد في 10%، توجد من بين 10% ديال 10% للمجلات العلمية الأولى، وعن 30% منها. على المعدل الوطني هو 11.8%، كما أن لي سيتاسيون عندنا 14.9%، والمعدل الوطني هو 6%، هو 8.4%. إنما الإكراه الذي يواجه جامعة القاضي عياض في السنوات القادمة ويتجسد في إشكاليات الموارد البشرية، حيث أنه عندنا واحد العدد ديال الناس اللي غادي يمشيو، بفضل أن الجامعة عندها 43 سنة، أن الإشكالية تقاعد مجموعة من الأساتذة المرموقين والإداريين. فهذه الإشكالية نسعى لتدبيرها بإعمال الرقمنة ونجاعة الرقمنة. وكذلك بدأنا رغم هذه الإكراهات في اختيار بعض تخصصات في التوظيف، تخصصات جديدة، تخصصات تراعي مهن الغد وتراعي تكوينات الغد. ولبلورة وتنزيل مضامين القانون الإطار 51/17، وضعت الجامعة استراتيجية تعتمد 4 محاور أساسية، وهي الترسيخ الترابي والبعد الجهوي، النجاعة في التدبير، الرقمنة، توجه نحو العالمية. ما هي التزامات الجامعة والمؤشرات التي ستعمل على تحسينها لتنفيذ القانون الإطار؟ أولاً، خفض مؤشر الهدر الجامعي من 30% إلى 10%، الرفع من مهننة عرض التكوينات في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح من 38% إلى 50%، الرفع من عدد المسالك في إجازة التربية من 6 إلى 10%، إعداد مسالك بالتناوب مع الوسط السوسيو اقتصادي والمرور من 0 إلى 10%،
مضاعفة عدد المسالك المزدوجة الدبلوم إلى 5 أضعاف، المرور من 10 إلى 50. في مجال البحث والابتكار، تشجيع الحركية والمرور من 150 إلى 300. الرفع من عدد المنشورات العلمية، بدينا فيها الإحصائيات ديال هذه السنة، راه دزنا من 600 اللي كانت في 2019 حتى ال 1000 حتى ل 800 هذه السنة هذه. الرفع من عدد الأطروحات ذات الإشراف المزدوج، الرفع من عدد الأطروحات والمناقشة المزدوجة الدبلوم، خلق مقاولات مبتكرة، المرور من 2 ل 12، الرفع من عدد براءة الاختراع من 35 إلى 50 والعمل على تنزيلها وتطبيقها، جذب المزيد من الطلبة الدوليين، المرور من 1000 طالب إلى 2000. فيما يخص الحياة الطلابية، تقوية تأطير الأنشطة، المرور من 7 إلى 22 نشاط سنويا، الرفع من البرامج التطوعية المنجزة عند الطلبة، تطوير الولوج للتأمين الإجباري عن المرض، المرور من 250 ألف إلى من 25 ألف إلى 60 ألف طالب، تطوير الولوجيات المؤسسات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، تطوير أساليب تدريس ملائمة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، المرور من 10% إلى 100%، الحكمة، تعزيز إدارة المؤسسات عبر عدم التركيز، يعني غير لا ديسنتراليزاسيون دو لا جيستيون دي بودجي اي دو لا جيستيون، تدبير التشارك نحو اشراك الجميع في صناعه القرار، لا مركزيه ولا تمركز الاداري، تعاقد من اجل بروره المشاريع بين الرئاسه والمؤسسات التابعه للجامعه، توزيع الموارد الماليه وتحسين تدبير الميزانيه عبر برنامج هدف مشروع عبر الاهداف تعاقد ومشروع، تعزيز تأهيل رأس المال البشري. لكن لتنزيل هذه المؤشرات وتطبيقها اعتمدنا مجموعة من الآليات. أولا، تحسين بنية تحتية قوية، بنية تحتية قوية للرقمنة، تعميم شبكة الواي فاي، إنشاء مركز متقارب البنيات داتا سنتر، وضع حلول للأمن المعلوماتي، وضع البارومترات الخاصة به من أجل الالتزام بحلول رقمية، خاصة أن الحلول الرقمية يمكن الولوج عن طريق باش إلا كان لا غراتويتي كما كانت السنة اللي مضات، يمكن للطلبة يدوزوا كيف ما كان، واش كان في يوتيوب ولا كان في فيسبوك ولا كان الموضوع يمكن لهم. تطوير حلول رقمية تدبيرية متنوعة من إيكا كومبوس، إيكا غاش، إيكا باشلور، إيكا ستودنت، كل هذه منصات رقمية للتدبير تشتغل الآن. موارد بيداغوجية رقمية ضخمة، مقاطع فيديو وخرائط يجب إنتاجها لمسايرة التعليم عن بعد. فلتنزيل كل هذا وضعنا مجموعة كما قلت من الآليات، وهي على شكل مراكز: مركز التكوين المستمر والإشهاد، وهو مركز بغض النظر عن برامج التكوين المستمر العادية، أصبحنا نعتمد برامج تكوين قصيرة المدى على شكل إشهاد. والآن وأنا أحدثكم، هناك برنامج حول البيداغوجية الجامعية والبيداغوجية الرقمية الذي بدأ منذ أسبوعين، كاين الآن كاين تقريبا 80 أستاذ، اخترنا نبداو بالأساتذة اللي تم التوظيف ديالهم حديثا باش يكون عندهم هذا التكوين المستمر ومن اجل ادماجهم. ولكن هذا الاشهاد ما كيخصش غير الاساتذه، فمجموعه من المواضيع: الطاقه والمياه والتنميه، التدبير والتسيير الاداري، نظم المعلومات، الهندسه المدنيه، التكنولوجيا التغذيه الزراعيه والمعدات، وهذا كيدخل في الشراكه اللي عندنا مع لا سي جي او ام من اجل وضع واحد المركز افريقي في لا سيتي دي لينوفاسيون، غادي نجيو ليه، تقنيه الاعلام والتواصل الى اخره. كذلك هناك الكارير سنتر، وهو المركز النموذجي للمسارات المهنيه، والذي يلعب دور اساسي في تكوين الطلبه فيما كل ما يتعلق في بالمهارات الذاتيه والافقيه، وفي تعليمهم في طرق البحث عن
عن الوظيفه كيفاش يمكن لهم يشتغلوا يعرفوا بالقدرات ديالهم. هادو مركز اللي ربما كيتبين ورغم سنه الحجر هذا في سنه 2020 و 2021 الارقام امامكم ديال هاد الانشطه اللي قام بها هذا المركز عن بعد رغم اكراهات الحجر الصحي واللي كانت يعني ما توقفش. هناك كذلك مركز التعليم الدامج والمسؤوليه الاجتماعيه واللي تيلعب واحد الدور في المواكبه والمصاحبه ديال الطلبه وهو اللي كيأطر النوادي ديال الطلبه واللي تيعمل مثلا كان عنده واحد الدور كبير في التعريف بالتحسيس بخطوره ديال الكورونا في المؤسسات، واحد الدور في دعم الطلبه في وضعيات اعاقه الطلبه الدوليين الاستماع. كان عند كاين مجموعه من مراكز الاستماع اللي كيأطرها مركز التعليم الدامج والمسؤوليه الاجتماعيه. هذه مجموعه من الانشطه اللي كيقوم بها المركز بتعاون. في هذا الاسبوع كانت واحد الحمله للتبرع بالدم اللي كانت في جميع المؤسسات ديال الجامعه. مركز اللغات واللي غادي تقريبا 98% من الانجاز ديالو كنتسناو غير الربط ديالو بالكهرباء باش يمكن له يبدا يشتغل، وهو مركز للغات حديث جدا مؤهلات حديثة والقدرة ديالو الاستيعابية هي 800 مقعد 800 بلاس فيزيك. مركز الابتكار البيداغوجي وهذا المركز هو اللي كيأثر واللي كيشتغل مع الأساتذة فيما يخص لاسيناريزاسيون دي كور فيما يخص التصوير ديال لي موك والتأطير ديال هاد التطوير نموذج الدروس المختبرية لإيلاب. عندنا مجموعة من اللي ديال الدروء ديال لي تي بي اللي كيمكن نديروهم دابا ا ديستونس واللي مرقمنين لي موك ماسيف اوبن لاين كورس. مجمع الابتكار واللي كنتمناو انه يلعب واحد الدور مهم جدا في الديناميه الاقتصاديه وفي العلاقه ديال الجامعه مع المحيط السوسيو اقتصادي واللي من المشاريع اللي كاينه فيه يعني تم الانجاز ديالو 100%. مشاريع اللي كاينه فيه مركز دعم رياده الاعمال والتنميه الاقتصاديه كايدال في اطار مشروع دعم الادماج الاقتصادي للشباب، وكنشكر السيد الوالي على الثقه ديالو باش يكون عندنا هذا المركز في مجمع الابتكار. مشروع ايواء فرع افريقيا للبرامج الثابته عبر الهواء فوتاهوب، هذه واحد شركه امريكيه واللي فيها مغاربه واللي غادي دير واحد الفرع ديالها في مجمع الابتكار في اطار تطوير هذاك لومونويد اللي داك لو غوبو شمع اللي كانت اللي صوبته الاستاذه الفريق اللي مع الاستاذه مصنف. الاعلان عن طلب عروض في اطار مشروع ايراسموس 47 مشروع مقترح الان وهي مشاريع اللي عندها علاقه بالانتربرونيا. الاعلان عن طلب عروض مشروع بشراكه مع بنك افريقيا والبنك المغربي للتجاره والمركز الجهوي للاستثمار. عندنا الان 29 مشروع اللي كندرسوها. انشاء مركز للاعمال وبنك بيداغوجي بشراكه مع بنك افريقيا، ابرام اتفاقيات مع كلوستر مينارا لهذاك المركز اللي سبق هضرت عليه ديال افريقيا اللي كيهم الكوسميتيك والاغرو اليمونتير. انشاء مركز للتعلم عن بعد بشراكه مع الوزاره الوصيه المكتب الشريف للفوسفات وجامعه محمد السادس متعدده التخصصات. تعزيز مركز التكوين المستمر والإشهاد. هناك المشاريع التي نحن بصدد إرسائها الآن والتي هي مشاريع أكاديمية ومشاريع تعنى بالبحث العلمي والابتكار. مشروع المركز الصحي الأكاديمي من أجل مقاربة شمولية للصحة، سي لوبسيرفاتوار دو سونتي ديبيديميولوجي، مي سان اوبسيرفاتوار أكاديميك كي فيان كومبليتي لي اوبسيرفاتوار ريجيونو دو لا سونتي. مركز البحث في التراث اللامادي، هناك فريق يشتغل على المركز التراث اللامادي، وهناك اقتراح تدارسناه في مجلس الجامعة السالف، اقتراح يراودني منذ مدة أطرحه عليكم وأتمنى دعمكم لإنجازه، وهو خلق الصندوق الجهوي للتميز لو فون ريجيونال دو ليكسيلونس. في إطار الحركية ديال الطلبة وفي إطار الحركية ديال البحث العلمي للأساتذة، الجامعة تخصص ما يقرب 4 مليون درهم سنويا
غير كافية، كتكفي لواحد 190 طالب و 150 ولا 100 أستاذ، وبغينا نرتقيو بها ما نرسلوش واحد الأستاذ غير أسبوع، نرسلوه مثلا لكومبريدج ولا بيركلي، لأن حاليا الجامعة في إطار تكوين المستمر للأساتذة كاين دعم الأساتذة في تعلم اللغات الأجنبية، تيقراوها في لي سونتر اللي كاينين في مراكش، وبغينا من خلال هاد الناس اللي تقدموا في الإنجليزية مثلا نصيفطوهم يدير 15 يوم شهر ويجيب معاه مشروع مع جامعة كومبريدج ولا مع جامعة أكسفورد ولا مع الجامعات الأخرى. هذا هو المراد من هذا الصندوق هذا، فإلا كان دعم من الجهة ودعم من كل المتدخلين المحليين لا سي جي ام الناس بعض لي فونداسيون، فربما وصلنا في هذا المشروع غير الواحد 10 المليون درهم سنويا، ربما غادي نعطي واحد طفره في هذا التوجه نحو العالميه. مشاريع الرفع من الطاقه الاستيعابيه. سيد الرئيس بحي قطعتك، طلب من سيد الوالي، احنا مستعدين نزيدوا هذاك الور. فيما يخص الرفع من الطاقة الاستيعابية، شكرا جزيلا. فيما يخص الرفع من الطاقة الاستيعابية، عندنا مجموعة من البنايات التي تشيد داخل المؤسسات الحالية، بناء مركز البيداغوجي بكلية الطب والصيدلة، وهذا المركز هو اللي غادي يمكننا باش غادي هذا المركز اللي غادي يمكننا باش نفتحوا العام الجاي لا فارماسي، لي فيليير ديال لا فارماسي. كاين مدرج في كليه العلوم 500. كل هذه الطاقه الاستيعابيه غنوصلوا نزيدوا، كانت عندنا 48000 مقعد، غادي نضيفوا لها 6500 مقعد. امامكم هذه البنايات، ولكن لتطوير الجامعة اخترنا في الاستراتيجية تطويرها عبر أقطاب. قطب مراكش تمن صورة الحوز، أولا بالمركب الجامعي تمن صورة اللي الشطر الأول ديالو جاهز، نتمناو أننا نحلوا مشكل العقار باش ننفذوه. كذلك هناك إضافة لتمن صورت عندنا المكتبة الرقمية والتي ستكون رائدة في إطار رقمنا، مركز الندوات لجامعة القاضي عياد، المركز البيداغوجي ديال كلية الطب والصيدلة، وهناك بناء في إطار مواكبة الأنشطة ديال الطلبة لباغا يونيفرسيتير مجموعة من الملاعب الرياضية. هناك مشروع تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية اليوم، فتنا من فات 40000 طالب فارتئينا، هناك مشروع التقسيم ديالها لكلية العلوم القانونية والسياسية وكلية لكلية التدبير وكلية الاقتصاد والتدبير. هناك كذلك إنشاء مقر جديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، قطب قلعة الصراغنة بن قرير والذي نسعى من خلاله الى انجاز، كاينه المدرسه العليا للتكنولوجيا بقلعه الصراغنه واللي ربما تجسد هذاك البعد الترابي والجهوي من ناحيه التكوينات ديالها، وكاين كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بقلعه الصراغنه كذلك، كليه العلوم التكنولوجيه غتبدا، وكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه خدامه في اطار هذاك المركز الجامعي ديال قلعه الصراغنه واللي غادي يتحول لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. كاين مشروع إحداث كلية العلوم التطبيقية بن قرير، كملت. قطب الصويرة شيشاوة، المدرسة العليا للفنون والتصميم، تحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا إلى مدرسة بوليتكنيك في الصويرة، كلية العلوم التطبيقية بشيشاوة. من أجل كل هذا، وهناك مشاريع أخرى ستأتي، إلا أنه من أجل هذا المؤمل أننا في حاليا نسعى إلى تركيز وإنجاز كل هذه المشاريع باش إن شاء الله 2023 تكون عندنا
الجامعة القاضي عياد جامعة التمييز على المستوى الوطني وعلى المستوى الإفريقي، ولنصل إلى الريادة على المستوى الإفريقي في سنة 2030 تمشيا مع الرؤية الاستراتيجية. هذا كله يتطلب أننا نحين ونحدث التكوينات، أن ننظم البحث العلمي، أن تكون لنا استراتيجيات حديثة وناجعة، ولكن كل هذا يتطلب إشراك كل الفعاليات الخاصة بالجامعة. وأقول في الختام، شجاعة المبادرة وقوة الإلهام والعمل إعمال الذكاء الجماعي تمكننا إن شاء الله من الرقي بمنظوماتنا، ولكن أعمالنا وأفعالنا ستبقى خير شاهد على أقوالنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم سيد رئيس جامعة القاضي عياد. إذن هو عرض تربوي جامعي وتكويني واعد وزخم من المشاريع الفعالة من شأنها أن تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة. وفي إطار اتفاقية الرامية إلى إحداث وتسيير تكوينات في المجال المقاولات وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة التي سيتم التوقيع عليها اليوم، يتفضل السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بكلمته لهذه المناسبة. شكرا. السادة الوزراء، السيد الوالي، سيداتي سادتي، تواجد معكم اليوم في فعاليات إطلاق المعهد الثاني من أجل تعزيز ريادة الأعمال بقيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. يكتسي هذا المشروع المهم شيء مهم بالنسبة لنا حنايا، وكان بغي بهذه المناسبة نشكر السيد الوزير السيد سعيد أمزازي على دعمه الدائم. أولا أود أن أرحب بالشراكة القوية والمثالية التي تجمع مؤسستنا وهذا القطاع الوزاري في إطار من الثقة المتبادلة، حيث قد أصبح القطاع الخاص اليوم شريكا في حكامة التعليم والتكوين، وأقصد هذا التعليم العام، التعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي. وتمتد شراكتنا إلى البعد العملي كذلك من خلال إنشاء معهد ذات تدبير المفوض لزي جي دي، يشرف على إدارتها المهنيون، وقد أثمرت هذه المعاهد عن نتائج جيدة من حيث الملائمة والتكوين والتوظيف والإدماج في سوق الشغل، لا سيما في مجال صناعات السيارات والطيارات والنسيج والمطاحن كذلك، ومجالات أخرى حيث يكون معدل الاندماج بعد التكوين مرتفعا. وقد جاء برنامج حساب التحدي الألف أمسية لتعزيز هذه الشراكة من خلال إنشاء ما يقارب من 15 معهد في مختلف القطاعات تعتمد نظام التدبير المفوض بتمويل من صندوق التعاون الاستراتيجي المغربي الأمريكي. ويأتي حفل توقيع هذا كتتويج للعمل الذي وصفته والذي بدأنا بالدار البيضاء من خلال أكاديمية كيندي للمقاولات المخصصة لتدبير المقاولات الصغيرة. والآن الحمد لله هذا المشروع دابا كل شيء toutes les démarches ont été faites, le financement a été fait, on attend juste l'autorisation باش نبداو فيه ان شاء الله.
ان شاء الله على كازابلانكا، وما هذا مازال عند غنبداوي ان شاء الله. ان هذا المشروع الذي تتمحور حوله اتفاقيه اليوم هو افضل مثال على روح الشراكه ورؤيه المشتركه التي تشكل قلب خارطه الطريق الملكيه من اجل التكوين المهني. والهدف من ذلك تعزيز الملائمه بين التكوين والتوظيف والتأهلي المهني لشباب العاملين في القطاع الغير المهيكل أو الباحثين عن العمل، وذلك عن طريق تشجيع ريادة الأعمال من خلال نظام تكوين يسيره الطلب الاقتصادي. فهو مجال لوضع التصورات القطاعية والإقليمية تتماشى كلياً مع تكوين الكفاءات ملائمة للسوق الشغل، موازة مع تنفيذ خريطة الطريق الملكية من خلال إنشاء معهد مدن المهن والكفاءات. وشكرا. شكرا لكم سيد رئيس. وتتويجا لهذا اللقاء الجهوي المثمر، يترأس السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد والي جهة سوس ماسا مراكش مراسم حفل توقيع مجموعة من الاتفاقية الأولى. أدعو كل من رئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب والسيد مدير أكاديمية الجهوية والسيد المندوب الجهوي لتوقيع الاتفاقية الأولى، اتفاقية إطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار وآليات للشراكة لتنزيل مضامين هذه الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لإحداث وتسيير تكوينات في المجال المقاولاتي وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وذلك من خلال إحداث معهد للتكوين في المجال المقاولاتي وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة. يهدف هذا المعهد إلى إنعاش التشغيل الذاتي من خلال دعم ومواكبة حملة مشاريع وإنشاء مقاولات، وذلك على الصعيد الوطني والجهوي، وتكوين مسيري المقاولات من أجل تطوير مقاولاتهم وتحسين تنافسيتها لتشغيل المزيد من اليد العاملة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. يصادق على هذه الاتفاقية السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. الاتفاقية الثانية بين ولاية جهة مراكش آسفي ومجلس جهة مراكش آسفي والأكاديمية الجهوية. أدعو السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتوقيع على الاتفاقية الثانية بين كل من ولاية جهة مراكش آسفي ومجلس جهة مراكش آسفي، وذلك في شأن تنفيذ برنامج العمل للارتقاء بالعرض التربوي بالجهة، دائما تحت تصفيقاتكم. الاتفاقية الثالثة اتفاقية شراكة وتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومكتب تربية بسفارة إسبانيا بالمغرب. هي اتفاقية شراكة وتعاون فيما يخص اللغة والتربية
فيما يخص اللغة والتربية ولا سيما التناوب اللغوي الذي نص عليه القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. الاتفاقية الرابعة، اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي واتحاد التعليم الحر. يتفضل السيد رئيس اتحاد التعليم الحر بالجهة لتوقيع على الاتفاقية، وكذا أدعو مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي لتوقيع على هذه الاتفاقية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنزيل مشاريع القانون الإطار 51/17 وإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالجهة دائما تحت تصفيقاتكم. الاتفاقية الخامسة، اتفاقية الشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لجهة مراكش آسفي. ندعو السيد رئيس المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لجهة مراكش آسفي لتوقيع على اتفاقية إلى جانب مدير الأكاديمية الجهوية. كما قلت الاتفاقية هي اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لجهة مراكش آسفي. وتهدف الاتفاقية إلى تنزيل مشاريع القانون الإطار 51/17 وإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالجهة. الاتفاقية السادسة، اتفاقية إطار، أدعو السيد رئيس جامعة القاضي عياد لتوقيع على الاتفاقية السادسة. الاتفاقية اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل إنجاز كلية العلوم التطبيقية بإقليم شيشاوة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جامعة القاضي عياد مراكش ومجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الإقليمي لشيشاوة. تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف بغية المساهمة في إحداث مؤسسة جامعية بإقليم شيشاوة تابعة لجامعة القاضي عياد بطاقة استيعابية تقدر ب5000 طالب على قطعة أرضية في ملكية المجلس الإقليمي لشيشاوة مساحتها الإجمالية حوالي 24 هكتار بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون درهم. تحت تصفيقاتكم وتشجيعكم. Alors la 7e convention.
la 7e convention est entre l'Université Qadi Iyad et la chaire UNESCO Edgar Morin. L'objectif de cette convention est d'établir Je disais que l'objectif de cette convention est d'établir des termes et conditions de partenariat entre la chaire UNESCO de la complexité, identité, éthique et territoire et l'Université Qadi Iyad. La finalité du partenariat est d'assurer un accompagnement à travers les formations, des recherches universitaires et de la documentation en matière de sciences humaines et sociales. Je remercie notre invité d'honneur, M. Edgar Morin, et je vous demande de l'applaudir. Al-Ittifaqiyya Thamina, Ittifaqiyya Sharaka Baina جامعة القاضي عياد ومؤسسة التربية من أجل التشغيل في مجال تكوين طلبة والخريجين من أجل التشغيل. تهدف الاتفاقية إلى وضع إجراءات مشتركة في مجال تيسير تشغيل الطلبة وتطوير قدراتهم وتطوير ثقافة ريادة الأعمال والتربية على المواطنة. الاتفاقية التاسعة والأخيرة هي اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياد ومؤسسة الأطلس الكبير. صورة تذكارية للاتفاقية الثامنة. إذن كما قلت الاتفاقية التاسعة والأخيرة هي اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياد ومؤسسة الأطلس الكبير في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المقاولات الاجتماعية. تهدف هذه الأخيرة إلى وضع إجراءات مشتركة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي وتطوير قدرات الطلبة وتيسير انغماسهم في العالم المهني. كما قلت الاتفاقية التاسعة والأخيرة تهدف إلى وضع إجراءات مشتركة بين جامعة القاضي عياد ومؤسسة الأطلس الكبير في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي وتطوير قدرات طلبة وتيسير انغماسهم في العالم المهني وتطوير حس المواطنة والمشاركة المدنية والعمل التطوعي وثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية.
Je tiens à préciser que la Fondation est la Fondation du Haut Atlas. إذن كلها اتفاقية من شأنها أن تعزز العدد التربوي. أشكر السيد الوزير والسيد الوزير المنتدب والسيد الوالي على ترأس هذه مراسم هذا الحفل، وأدعوكم إلى إتمام هذا اللقاء. إذن كما قلت كلها اتفاقيات من شأنها أن تحقق الالتقائية لبلوغ التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة بجهة مراكش آسفي. وفي الختام يتفضل السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بكلمة. أطلب منكم الجلوس. تفضلوا حضرات السيدات والسادة بالجلوس حتى يلقي السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكلمة ختامية لهذا اللقاء. فقط كلمة ختامية للتعبير مرة أخرى على الشكر والامتنان للسيد الوالي والسيد نائب رئيس مجلس الجهة على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، وعلى تنظيم هذا اللقاء المتميز، وأيضا مناسبة لنعبر على افتخارنا وعلى اعتزازنا بكل ما تم تقديمه من طرف السيد الرئيس السيد مدير الأكاديمية والسيد المندوب الجهوي من أوراش من مشاريع من مؤشرات جد متقدمة وجد متميزة. اليوم الحمد لله بفضل هذا الالتفاف وهذا الحماس وهذه الدينامية اللي كتعرف هذه الجهة، الهدف من هذه اللقاءات الجهوية لخلق هذه التعبئة على مستوى المحلي والجهوي، اليوم يمكننا نقولوا لمسنا وحققناه. مجلس الجهة يساهم بواحد القدر مالي مهم أكثر من 541 مليون ديال الدرهم، 260 مليون درهم، أقول أكثر من 541 مليون كمساهمة من طرف مجلس الجهة، 260 مليون بالنسبة للتكوين المهني، إحداثات وتأهيل مؤسسات التكوين المهني قائم، مساهمة في إرساء هذا النموذج لمدينة المهن والكفاءات، مساهمة كبيرة 100 مليون إن شاء الله ستكون مدينة نموذجية في تمنصورت. بالنسبة للتعليم العالي أيضا مجهود كبير 40 مليون ديال الدرهم، دعم مالي لإحداث مؤسستين على مستوى إقليم شيشاوة وعلى مستوى إقليم قلعة سراغنة، وأيضا واحد 260 مليون بالنسبة للتعليم المدرسي في واحد الغلاف مالي ديال 860 مليون لإعادة تأهيل مؤسسات إحداث مؤسسات القضاء النهائي على المفكاك، توفير أسطول ديال النقل المدرسي لدعم تمدرس الأطفال على المستوى القروي، تطوير التعليم الأولي دي جودة، التربية الدامجة، رفع من نسبة التمدرس، أيضا تطوير نموذج التمدرس الاستدراكي عبر واحد الشراكة وطيدة. كل هذا يمكننا نفتخروا به ونعتزوا به، واليوم احنا لجينا كنطلبوا المزيد، كنطلبوا المواكبة من السيد الوالي ومن السيد نائب رئيس مجلس الجهة، أكيد السيد رئيس مجلس الجهة، وما عندناش شك والسادة رؤساء المجالس الإقليمية اللي كيقوموا بواحد العمل جبار اللي يوفرونا واحد العدد ديال البقع الأرضية اللي مكنونا باش نخلقوا هاد المؤسسات وهاد النسب. اليوم كي كتعرفوا هاد المنظومة صاحب جلالة نصره الله يوليها عناية خاصة، لهذا الظروف كلها مواتية لتحقيق هذا الإصلاح المنشود إن شاء الله للإقلاع بالمدرسة المغربية. لهذا المزيد من التعبئة، المزيد من الإسهام، والمزيد من المواكبة. أريد أيضا أن أغتنم هذه الفرصة المتينة لأنوه وأشكر السيد رئيس
لا سي جو ام على الحضور ديالو المتميز هنايا، وعلى هذا الورش هذا المشروع ان شاء الله اللي غادي نطلقوه مؤسسه ثانيه بعد النموذج ديال الدار البيضاء، باش يمكننا نكونوا الشباب في اطار تطوير تدبير المقاولات الصغرى وجد الصغرى. وهذا النموذج ديال مراكش غيكون ان شاء الله واحد النموذج يحتذى به، لان اليوم القطاع الخاص له مكانه له وزن كبير، هو شريك اساسي بالنسبه لمنظومه التربيه والتكوين في شتى المجالات. السيد الرئيس طرق في المجال ديال التكوين المهني، لان اليوم هذا النموذج ديال مدن المهن والكفاءات رؤساء هاد المؤسسات هاد الشركات لي اس ا اللي غادي يدبروا هاد المهن هاد المدن هما مهنيون. وبغينا ايضا هاد المجالس الاداره اللي كنحدثوا في اطار الشراكه مع برنامج تحدي الالفيه ايضا يكون واحد مجلس المؤسسه اللي كيراسهم المهنيون. المهنيون لان هما اللي يبرزوا وكيبنيو معنا الخارطه ديال التكوينات حسب خصوصيات كل منطقه وحسب خصوصيات كل قطاع. مره اخرى شكرا السيد الولي، شكرا السيد نائب رئيس الجهه، شكرا الحضور الكريم على حضوركم المتميز.